لليوم الرابع على التوالي تواصل إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل. وتأتي عملية تسجيل المرشحين وسط إجراءات وإرشادات صحية مشددة تواكب العملية الانتخابية حتى موعد الاختراع. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة من مقر إدارة شؤون الانتخابات مراسل تلفزيون دولة الكويت هناك الزميل رائد الشمري. رائد، هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات لديك؟ تفضل. شكرا لي الزميل صالح الشمالي، مسي عليك بالخير ومسي على السادة المشاهدين. بالفعل تتواصل هنا في إدارة شؤون الانتخابات في مقر مدرسة خولة المشتركة للبنات في منطقة الشويخ السكنية باستقبال طلبات الترشيح حتى اليوم الرابع اللي نصل الآن يمكن قبل ساعة ونصف من إقفال اليوم الرابع وباب استقبال طلبات الترشيح. يعني اليوم كان هادئ بأعداد قليلة من قبل المتقدمين لطلبات الترشح، وصلنا إلى 19 طلب للترشيح من خلال هذا اليوم حتى هذه اللحظة، من بينهم عنصر نسائي واحد، مرشحة واحدة. يعني نتكلم عن إجمالي العدد حتى هذه اللحظة 212 تتواصل من خلالها أكيد الإدارة باستقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020. يمكن اليوم للأمانة نلاحظ ونتابع في ظل هذه الظروف الاستثنائية الاشتراطات الصحية التي تطبق على أكمل وجه منذ البداية في الدخول وحتى الخروج لاستقبال طلبات الترشيح، وأيضا صالة الانتظار. يعني العملية تسير وفق منظومة متكاملة للأمانة، هناك وجود الفريق الطبي، وجود أيضا جمعية الهلال الأحمر الكويتي من إدارة المتطوعين، إلى جانب أكيد فرق وزارة الداخلية. الأمور لله الحمد، يعني السلاسة هي عنوان طلبات الترشيح بالنسبة للمتقدمين للانتخابات بإذن الله مجلس الأمة 2020. أمور لله الحمد مبشرة باستمرار هذه الأجواء الصحية هنا ووفق البروتوكولات المتفق عليها أكيد لمواجهة خطر فيروس كوفيد 19، يعني تطبق على أكمل وجه من البداية كما ذكرت حتى النهاية. نتحدث عن اليوم الرابع وحتى هذه اللحظة وقبل ساعة ونصف من الإقفال عن 19 مرشحا لهذا اليوم الرابع، وأكيد المتبقي ساعة ونصف إن شاء الله في الواحدة والنصف سيقفل باب الترشح اليوم الرابع. يعني شاهدنا وتابعنا في الأيام الماضية يمكن اليوم الأول كانت الأعداد كثيرة، واليوم الثاني أيضا، اليوم الرابع أكيد، اليوم الخميس، ودائما يعني مثل هذه الأيام في طبيعة يمكن تاريخ الانتخابات يعني تشهد بعض الأيام ركود نوعا ما، أعداد قليلة. لكن ستستمر إن شاء الله إدارة شؤون الانتخابات في مقر مدرسة خولة المشتركة للبنات في منطقة الشويخ السكنية باستقبال طلبات الترشيح حتى بإذن الله الرابع من نوفمبر بإذن الله. يعني الصورة لله الحمد تسير وفق ما هو معمول ومتفق عليه مع مختلف الجهات ووفق كما ذكرت في البداية الاشتراطات الصحية. نعم زميلي صالح. نعم، من مقر إدارة شؤون الانتخابات مراسل تلفزيون دولة الكويت من هناك الزميل رائد الشمري، شكرا لك.